مرحبا بالجميع، إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل ما هو جديد بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. شاهد أول ظهور لنجل الفنانة ليلى عز العرب وحفيدها ومي سليم برفقة ابنتها وريم السعيد وابنتها. الفنانة ليلى عز العرب نشرت صورة لابنها وحفيدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلقت ليلى عز العرب قائلة: بسم الله ما شاء الله، حفيدي الكبير باء أطول من أبوه اللي هو أصلا ابني العملاق. يذكر أن الفنانة ليلى عز العرب تشارك في مسلسل كارمن الذي يعرض حاليا، وهو من بطولة ريم حجاج، أحمد حلاوة، شيرين ومحمد مهران. الفنانة مي سليم شاركت جمهورها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات انستجرام بأحدث صورة تجمعها بابنتها ليلي، وظهرت مي برفقة ابنتها في صورة سيلفي لاقت إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها. جدير بالذكر أن مي سليم شاركت في ماراثون رمضان الماضي في كل من الرحلة مع ريهام عبد الغفور وباسل خياط وعوالم خفية مع الزعيم عادل إمام وهبة مجدي وصلاح عبد الله وبشرى، وحققت نجاحا كبيرا. عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي عبر حسابها الخاص على انستجرام فاجأت جميع متابعيها بنشر أول صورة لابنتها من الإعلام اللبناني وسام بريدي، وعلقت على الصورة: الرابط بيننا هي أقوى رابط بين اثنين من البشر، أحبك يا كل شيء في حياتي. وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي ريم السعيدي على الصورة، حيث تمنوا لهما السعادة في حياتهم، كما من المتابعين من أشار إلى أن هناك شبها بين الطفلة وبين والدتها ريم السعيدي. شكرا لكم على المتابعة.